صباح الخير شباب، في أي سؤال؟ طيب احنا المرة الماضية بلشنا نحكي على فلود راوتينج، تمام، وعرفنا بجزء الفلود راوتينج هو عبارة عن البروسيس باي ويتش يو استيميت الهيدروغراف ات ا سيرتين بوينت داون ستريم جيفن الانفلو اب ستريم، شيء زي هيك ولا لا؟ تمام، وقلنا انه احنا في عندنا ريفر ريتش راوتينج، او اذا بتحبوا بنسميه شانل راوتينج، وعندنا ريزرفوار راوتينج. الريفر ريتش راوتينج معناته انا بيكون الهدف اني اعمل استيميت للاوت فلو فروم ا ريتش. ايش هو الريتش؟ جزء بارت اوف ا شانل الا تقريبا نفس ايش؟ نفس الخصائص. إذا متذكرين لما كنا نحكي بالهيدروليكس، تمام، لما بدي أقسم لريتشز هدفي أنا بالريتش إنه يكون تقريبا نفس الخصائص، يعني بقدرش أجي على ريتش فيه فرق بالسلوب 3-4 أضعاف، تمام، أوكي. والريزرفار راوتينج معناته في عنا إنفلو على هالسد أو على هالريزرفار وفي أوت فلو، أنا المطلوب مني أحسب الأوت فلو. اتفقنا شباب انه المعادله الاساسيه المين كونسبت سواء للشانل راوتينج او للريزرفوار راوتينج اللي هي الايكويشن اوف كونتينيوتي، تمام، ان فلو ماينس اوت فلو ايكوال تشينج ان ستورج ان ا سيرتين دلتا تي. رح نحكي اتفقنا بس على الهيدروليجيك راوتينج بجزئيها بالريفر اند ريزرفوار methods، معادلة الأساسية اللي بدنا نستخدمها inflow minus outflow equal change in storage in a given delta t. طبعا delta t تبعتنا احنا بالنسبة لنا مين؟ تبعت الهيدروغراف، تبعت الانفلو هيدروغراف. شباب حبايبي الدلتا تي هي الانفلو هيدروغراف ولا لا؟ قل قديش مجدول، اذا كل ساعه معناته دلتا تي ساعه، اذا كل ساعتين معناته دلتا تي ساعتين. من هناك بنعرف شو الدلتا تي تبعتنا. مشان هيك حبايبي الانفلو شو بيساوي؟ ايش بدي احط محله هذا الانفلو؟ اي 1 معناته الانفلو في بدايه الدلتا تي، والانفلو بنهاية الدلتا تي مقسوم على 2، يعني باخد الأفريج ولا لا؟ صح؟ مش إذا قلنا إنفلو زائد إنفلو على 2 وضربتها بدلتا تي بدها تعطيني فوليوم، والأوت فلو 1 زائد أوت فلو 2 على 2 في دلتا تي بعطيني فوليوم، والإنفلو ساعتها الفوليوم إن وهداك الفوليوم أوت بيساوي تشينج إن ستورج، تمام؟ اتفقنا انه بجوز الهيدروليجيك ريفر راوتينج ايش البارامترز اللي بتاثر على الاوت فلو. اتفقنا هي عباره عن الانفلو والاوت فلو من الريتش، بس كمان في خصائص الكاركترستكس او الهيدروليجيك او الهيدروليك كاركترستكس للريتش، بجوز الترافل تايم، السلوب، اللينك، تمام. مشان هيك اذا بدنا نعمل اي معادله للستورج، اذا بدنا نعمل اي معادله للستورج بدنا نفكر انه الستورج في اي ريتش، احنا بلشنا بالشانل راوتينج، الستورج في اي ريتش از فانكشن اوف انفلو اوت فلو والكاركترستكس للووتر شيد. ماسكينجهام كل معادلات الراوتينج، كل معادلات الراوتينج شباب مبنية على هذا الكونسبت، إنه الستورج إن الشانل is function of inflow outflow والكاركترستيكس للريتش اللي هي بجوز بمعادلة ماسكينجهام ممثلة ب الكي والإكس. واضحة لهون؟ تمام. إيش الكي؟ قال الكي هي عبارة عن الستورج تايم كونستنت. إذن هي تايم شباب
هي عبارة عن time. وإذا قرأنا تحت قال لي K is usually close to the wave travel time through the reach. إذن قال لي K كأنها استمت لإيش؟ للترافل تايم ثرو ذا ريتش. معناته عمي كانه الكي والدلتا تي في شرط عليهم. يعني هل بقدر انه الكي تكون اربع اضعاف الدلتا تي؟ بجوز لا، لانه لو الكي اربع اضعاف الدلتا تي معناته اي الانفلو في نهايه الساعه الاولى والانفلو بنهايه الساعه الثانيه والانفلو بنهايه الساعه الثالثه ماله كان لساتهم بالريتش، وبالتالي بقدرش اقول الاوت فلو بنهايه الساعه الثانيه فانكشن من الانفلو بالساعه الاولى والثانيه. وبالتالي بدنا نحط كانه بدنا نفكر نحط ايش ليميتيشنز على الكي مع الدلتا دي. تمام، بس اذا اخذنا هاي المعادله معناته اس 1 شو بقدر اعوضها؟ بدها تكون كي اكس اي 1 زائد 1 minus x في O1 ولا لا؟ صح؟ إذا لو أرجع على هاي المعادلة أنا آسف لو نرجع على هاي المعادلة شباب ومن نطبقها للستيب الأولى مزبوط، مش عندنا هاي الجراف من ناخد I1 و I2 و O1 و O2 من الأوت فلو اللي بدنا نطلع محل هاي شو بدي أحط؟ I1 plus I2 over 2 minus O1 plus O2 over 2 equal دلتا S1 minus S2 ولا S2 minus S1؟ S2 minus S1. تمام، و S2 شو بدي أحط محلها؟ K X I2 plus 1 minus X O2 و S1 K X I1 مش هيك شباب؟ زائد 1 minus X في O1 على دلتا T. إذا صار عندي معادلة كأنه فيها إيش؟ I1 O1 I2 و O2 طبعا و K و X و دلتا T. بس K و X و دلتا T هدول بارامترز أنا بجيبهم للووتر شيد قبل ما أبدأ أشتغل. ال K إلها علاقة بالترافل تايم، ال X قال لك weighing factor، هلا بنشوف كيف بنحسبه للووتر شيد، والدلتا تي حسب هالهيدروغراف اللي عندي ولا لا شباب؟ تمام، اذا كانه عم بحكي اذا بتوافق انه الاوت فلو في نهايه الفتره في نهايه الدلتا تي از فانكشن اوف ايش؟ فانكشن اوف الاوت فلو في بدايه الفتره مش هيك؟ والانفلو في نهايه الفتره والانفلو في بدايه الفتره. مشان هيك لازم الكي والدلتا تي يكون في اشي عم بربطهم مع بعض مشان هالحكي يطلع صحيح ولا لا شباب؟ تمام، ايش عمل ماسكينجام؟ عمل اللي تفضلتوا فيه هلا شباب، اسف بس نقرا الاكس هنا. The factor x defines the relative weights، مزبوط؟ مش هم كانه relative weights شباب given لمين؟ للانفلو والاوت فلو تاثيرهم على ستوريج ولا لا؟ لو تفكر فيها، لو اكس بوينت 5، لو اكس بوينت 5 شباب لو في بوينت 5 كانه بصير عندنا دايركت ترانسليشن نص بنص، وكانه الاوت فلو اللي بعده ما هي نص ونص واحد هي الانفلو اللي قبله، وكانه ايش بطل في ديلي في الـ في, الـ في الريتش. تمام، احنا x a weighing factor that varies between 0 and 0.5 generally باخدوه تقريبا 0.2، بس احنا راح نشوف كيف بنحسبه او كيف بنعمل له استيميت للووتر شيد. تمام، بس usually it's around 0.2. يعني كانه دائما عم بيقول لي انه الايفكت للاوت فلو على الووتر شيد اكثر من الايفكت ل الانفلو. هذا منطقي لانه الاوت فلو دائما هي داون ستريم، صح؟ هي اللي اوطى، هي اللي بتتحكم بالستوريج بجوز اكثر من الانفلو.
لانه لما بنحكي على ستورج صح، اذا القناه هيك وين الستورج؟ هون. فبالتالي تاثير بجوز الاوت فلو ماله اكبر من تاثير كمان مره كي از يوجوال كلوز، ما قالش بتساوي ترافل تايم، قال لي كلوز تو ذا ويف ترافل تايم ثرو ذا ريتش. بس نراجع مشان نقنع حالنا اكثر باللي راح نشوفه. behavior of the flood wave، ليه سماها ويف شباب؟ لانه احنا شو مفترضين صديقي؟ عم نحكي عن ستورم ولا لا شباب؟ صح؟ فبالتالي قبل هالستورم الامور مالها ثابته، صح؟ يعني شو الفلو اللي بالقناه؟ بيز فلو او زيرو، احسنت. تمام؟ وعم نحكي عن ويف، اجل ويف نتيجه ستورم. هلا بالوضع الطبيعي مش هيك، الوضع الطبيعي بجوز في ويفز ورا بعض اذا المطر ماله كونتينيوس، او ساعتين وقفت مطرت، بس احنا عم نحكي عن ستورم واحده، فبالتالي كانها ويف، كانه هالفلود هذا ويف. تمام. behavior of the flood wave due to changes in the value of the weighing factor x is readily apparent from examination of the following figure. هلا بدنا نشوف هالفيجر. The resulting downstream flood wave. مش في احنا عندنا الاب ستريم الان فلو وبدنا الاوت فلو اللي هو بالداون ستريم اللي هو بالداون ستريم. The resulting downstream flood wave is commonly described by the amount of the lag time and by the amount of attenuation or reduction in peak discharge. يعني كأنه بقول لي انه اذا كان الانفلو له بيك وله تايم بيز، I would expect انه الاوت فلو بالبيك تبعه ايش يكون؟ اقل. بنقول البيك عمل attenuation، صح؟ وبتوقع بجوز التايم بيز نتيجة، تمام؟ The value x equal 0.5 هذا اللي حكيناها results in a pure translation of the flood wave. يعني دخلات بتطلع نفسها، سميناها pure translation. عوض في المعادلة لما x equal 0.5 معناته عم نحكي عن pure translation، لأنه بتصير 0.5i زائد 0.5o 0.5i1 و 0.5o1. طب لما أروح للثاني بده يصير 0.5 I2.502 إذا بتطلع نفس القيمة، وبالتالي عم نحكي عن pure translation. كأن عندي قزازة مي مليانة وعملت فيها فتحة، إذا بدخل من فوق 2 متر كيوب بير سكند رح يطلع 2 متر كيوب بير سكند، فيش ديلي ولا لا؟ صح؟ بس إذا عم نحكي عن reach بنحكي عن lag time، طبعا ناتج عن إيش lag time؟ عن التغير في الستوريج. زميلنا تفضل وقال احنا في عنا بيز فلو او حتى بجوز زيرو اذا افيميرال وادي ولا لا. تمام، عندي بيز فلو، اجت هالموجه شو صار بالمنسوب؟ زاد الستوريج، صح؟ معناته دخل اشي ما طلع، معناته صار في لاج ولا لا شباب؟ صح. امتى رح يطلع؟ لما لا بيطلع لما بيبدا الهيدروجراف شو يصير فيه؟ في المرحله الثانيه، صح؟ لما يصير الانفلو اقل من الاوت فلو بيبدا الستورج ايش؟ يقل، صح؟ من وين هذه المي اجت؟ اجت من فترات قبل لما الستورج بلش يزيد، يعني صار لاج، يعني صار لاج. لاحظ شباب، وطبعا ورجاك انه كل ما زادت اكس، كل ما زادت اكس، هذا الانفلو شباب، هذا الانفلو، تمام؟ هاي اكس زيرو، شوف قديش نزل البيك، تمام؟ هاي اكس بوينت فايف نفس البيك، صح؟ بس حصل بعد ايش؟ بعد ساعة او كذا، اللي هي اكزاكتلي ترافل تايم بين الانفلو بوينت والاوت فلو بوينت، بس ما صلوش اشي، اتس دايركت ترانسليشن، شلت هالهيدروغراف كأني مباشرة مشيت للاوت فلو.
تمام. بس احنا اللي بصير هدول الكلمتين حبايبي. في عنا attenuation، اذا شو صار في البيك؟ قل. وامتى حصل البيك؟ اذا البيك عند بدايه وادي البادان لويف الساعه 2 الظهر، بجوز تحت عند جسر الملاقة على 2 ونص يحصل البيك ولا لا؟ توصل هالموجه للداون ستريم. اذا هدول الكلمتين، في لاج وفي attenuation، تمام. وزي ما حكينا صديقي، هون في accumulation للستورج في هاي الفتره، صح؟ الستورج شو عم بصير فيه؟ عم بزيد، لانه الانفلو، لاحظ الانفلو ماله اكثر من الاوت فلو شباب، صح؟ تيوصل لوين؟ لهون، صح؟ بعديها بلش الاوت فلو، شو يصير؟ اكثر من انفلو، معناته الستوري شو بده يصير فيه؟ بده يقل، تيرجع بجوز لنفس الستورج، صح؟ معناته هذه accumulation of storage period، وهي release from storage. مضبوط شباب؟ وبجوز لو واحد يدقر فيها شوي يقول لي يعني هذه بجوز هي الانفليكشن بوينت اللي حكينا فيه، بجوز. متذكرينها؟ اسف. Flow routing is a procedure to determine، بس نذكر حالنا، the flow hydrograph at a point on a watershed from a known hydrograph upstream. اذا انا عارف الهيدروغراف هون، شباب، وبدي الهيدروغراف هون، عارف الهيدروغراف هون وبدي الهيدروغراف somewhere هون downstream. فانا عندي inflow وبدي outflow. As the hydrograph travels it، هدول الكلمتين، attenuates، ايش يعني attenuates؟ البيك تبعها بقل، و gets delayed، البيك بدل الساعة 2 بصير على 3 يوصل عند هذاك السكشن. واضحة شباب؟ اكيد. تمام. Because of the storage effect، بس بده يقنعنا اكثر انه عن جد رح يصير attenuation وحقيقة في lag. Because of the storage effect، زي ما حكينا، the peak of the outflow hydrograph will be smaller than that of the inflow hydrograph. مقتنعين فيها هاي؟ تمام. This reduction in the peak value is called attenuation. إذا لو واحد سألني إيش الattenuation؟ attenuation هو reduction in the peak value due to the storage effect أو lag. تمام. Further, the peak of the outflow occurs after the peak of the inflow. إذا البيك of inflow ساعة 2 الظهر، معناته في الداون ستريم بجوز على 3 أو على 2 ونص. The time difference between the two peaks is known as lag. إذا دائما في عنا بالفلود راوتينج هدول الكلمتين، lag معناته اللاج المقصود فيه هو الزمن اللي البيك بيحصل فيه، أو الفرق بالزمن بين البيك of the inflow and the peak of the outflow، هذا lag. Attenuation لا، هو difference in the peak value between the inflow والoutflow. تمام. عمل ماسكين جام زي ما اتفقنا شباب حبايبي، صح؟ فيش اشي جديد. I1 plus I2 over 2 O1 O2 over 2 و S2 minus S1. كل اللي عمله انه محل S2 minus O S1 شو عمل؟ عوض بالمعادلة هذه اللي كتبناها تبعت ماسكينجدم، تمام. فطلع عنده معادله طويله بجوز شوي بدلاله O1 O2 I1 I2 اوكي و X دلتا T، تمام. انت بايش معني ايش اللي بدك اياه؟ الاوت فلو، صح؟ والO1 عند زيرو بجوز انا وياك اتفقنا انه هي بتساوي البيز فلو او الفلو بيفور ذا الويف او بيفور ذا ستورم. هذه بدنا نكون واثقين منها ولا لا شباب؟ قبل ما تيجي الويف في فلو بالنهر، موست بروبابلي البيز فلو،
قد يكون زيرو اوف كورس، بس ساعتها بيكون افيميرال وادي، وقد يكون اي فلو ثاني بس يونيفورم كونديشنز ستيدي كونديشنز. يعني كانك عم بتقول الاي 1 الاو 1 فيني افترضها بتساوي اي 1 ات زيرو، بقدر. اه شباب، اذا كانه صار المجهول عندي بس او 2، اه فكانه بدي او 2 لحالها بطرف صح، والباقي كله بطرف على افتراض انه معروف. فكل اللي عمله ماسكينجهام انه رتب هاي المعادلة. انت ممكن تروح اليوم على البيت وتحاول ترتبها كمان، اه بس جاب الاو 2 قسم عليهم. ماشي شباب، اتفقنا. اذا عمل اس 2 ماينس اس 1 عوضناها هيها، اه شباب، فرتب هاي المعادلة. اه كل اشي فيه او 2، كل اشي فيه O2 اخده على طرف وبعدين قسم عليه، تمام؟ فطلع عنده معادلة O2 بتساوي some factor سماه C0 في I2 زائد C1 في I1 زائد C2 في O1، تمام؟ طب شو بطل مبين بهاي المعادلة؟ K و X و دلتا T، ولا لا شباب؟ صح؟ معناته كأنه C0 و C1 و C2 function من K و X و delta T. وكمان بفهم انه لازم C0 زائد C1 زائد C2 تساوي واحد. يعني هدول كأنه هيك بدي افهمها، انه ال outflow في نهاية الفترة هي function من، او هي جزء، هي عبارة عن ثلاث اجزاء، جزء منها من ال inflow في نفس في بداية الفترة، الانفلو بنهاية الفترة والاوت فلو في بداية الفترة، تمام؟ وطبعا سي نوت وسي 1 وسي 2 زي ما تفضلتوا هم فانكشن من كي واكس ودلتا تي، تمام؟ سي نوت بتساوي ماينس كي اكس بلس بوينت 5 دلتا تي على، لاحظ انه نفس المقام شباب صح؟ ولو جمعناهم صديقي هيك بس نعملها انا وياك، لو بدنا نجمعهم صح، هاي بتشطب مع هاي ولا لا صح؟ وايش كمان؟ وبوينت 5 مع بوينت مع ماينس بوينت 5 شو بصفي عنا بالبسط؟ اه شو بصفي عنا بوينت 5 دلتا كي، وين كي؟ هيها بصفي عنا كي ماينس كي اكس بلس بوينت 5 دلتا تي اللي هي المقام. اذا دائما لازم يكون مجموعهم واحد. اه وهات نحكي اكثر كمان، كل ما زادت الكي، كل ما زادت الكي السي 1 بتزيد، السي 1 بتزيد والسي 2 بتقل، لانه البسط بس على افتراض انه متساوي في الثلاثه وانه مجموعهم واحد، مزبوط؟ يعني فاذا زادت واحده لازم واحده ثانيه تنقص لانه مجموعهم واحد. فاذا زادت كي، انا بفكر اذا زادت كي، خلينا نحاول نفهمهم اكثر. اذا زادت كي، كي هي ايش؟ لها علاقه بالترافل تايم صح؟ اذا زادت كي اه يعني كانه الترافل تايم زاد صح؟ فالاصل يزيد تاثير مين؟ الاوت فلو اللي قبل ببدايه الفتره، وقل تاثير الانفلو، ولا يقل تاثير الانفلو في نهايه الفتره وزيد تبع بدايه الفتره؟ بدنا نفكر، يلا نفكر فيها مع بعض، خلينا نحاول. في نهايه الفتره هو اللي بصير ياثر اكثر الاصل صح؟ لانه ما دام طول الترافل تايم معناته الانفلو اللي في بدايه الفتره ولا اللي في نفس نهايه الفتره؟ اللي في نهايه الفتره لساته في الاب ستريم ولا لا؟ الانفلو ايش الاي 2؟ خلينا ناخذ الفتره هي عباره عن الساعه الاولى، تمام؟ ايش الاي 2؟ مش الانفلو بنهايه الساعه الاولى صح؟ لساته وين؟ مش لساته فوق في بدايه الريتش؟
كل ما طول الترافل تايم تأثيره شو لازم يصير؟ أقل. وبجوز تأثير الانفلو في بداية الفترة يزيد، وبجوز تأثير الاوت فلو في بداية الفترة برضو يزيد أكثر، ولا لا؟ صح؟ لاحظ هون سي نوت شو بصير فيها لما تزيد كي؟ تقل. صح؟ السي نوت مضروبة في إيش؟ شوف مضروبة في اي 2. طبعا لما يزيد الترافل تايم، لما يزيد الترافل تايم الاصل الاوت فلو في نهاية الفترة يقل تأثير الانفلو في نهاية الفترة عليه، ولا لا شباب؟ صح؟ اذا منطقية هالمعادلة، معقولة. نفس الاشي بتقدر تفكر السي 1 حسب هالمعادلة رياضيا بتوقع انها تزيد. صح؟ السي 1 مضروبة بايش؟ بآي 1. تمام؟ الانفلو اللي قبل بفترة بتوقع تأثيره ايش؟ يزيد بالمقارنة مع الانفلو اللي بنهاية الفترة. تمام؟ ونفس الاشي بجوز اقدر احكي على السي 2. صح؟ بس بجوز to a less extent. اذا زادت الكي بقل السي 2؟ بقل؟ انا بفكر انه بجوز يزيد. لانه كانه طلع الكي عامل مشترك في 1 ماينس اكس، 1 ماينس اكس فاكتور قد يكون 0.7 0.8. لا يعني لو هذا الاكس 2 او 3 بوافق معك انه اذا زادت الكي بتقل هاي، بس احنا عارفين انه الاكس من 0 ل 0.5، معناته اذا زادت كي بتوقع كمان السي 2 تزيد. شباب فكر فيها، كي في 1 ماينس اكس و1 ماينس اكس عباره عن فاكتور، فهذه كانها 0.7 كي، اذا كل ما زادت كي لازم تزيد هاي، بس بجوز بنسبه اقل من. تمام؟ واضحه شباب؟ تمام. اذا كيف بدنا نحل سؤال شباب؟ شو اول خطوه بدنا نعملها؟ ساعدوني. دلتا تي معانا، معطيني هالجدول، كل قديش هذا الجدول؟ صح، يبقى دلتا تي بتساوي، وبدي يكون عارف كي واكس، رح نشوف كيف بنحسبهم، بس على فرض انه معانا كي واكس، يعني احنا عم نشتغل فلود راوتينج في ووتر شيد عارفينها. اذا معي كي واكس، اذا اول خطوه صديقي شو احسب؟ سي نوت، سي 1 وسي 2. حسبناهم، بقدر اروح اطبق المعادله. بدي او 2. O2 شو بتساوي؟ C نوت I2. I2 معروفة؟ يعني أنا بفكر إذا هذه I1، إذا هذا الانفلو حبايبي، إذا هذا الانفلو هاي شو نسميها؟ I1 I2 I3 I4 I5، مش هيك؟ إذا I2 معروفة و I1 و O1 شو بتساوي؟ تساوي I1. بقدر افترضها بتساوي اي 1. حسبنا او 2، بنروح نحسب او 3. او 2 معروفه حسبتها، واي 2 اي 3 نحسب او 3. ومنكمل تايش؟ تنخلص هدول. واضح شباب؟ في ناس بحب اعوض في المعادله كل مره، وفي ناس بجوز اللي اضبط بحب احطها بجدول. جدول بسيط. نشوف لو بدك تعمله بجدول شو بتعمل الخانات اللي هون. بجوز انا بقول سي نوت في اي 2 زائد وخاني سي 1 في اي 1 وخاني سي 2 في او 1 وخاني او 2 او او اي وات ايفر اللي بدك اياها، ولا لا؟ صح. الانفلو جنبي، بعمل هدول الثلاث خانات تجميعهم بعطيني الاو، فبصير شايف الاو اللي بدي اياها للستب اللي بعدها، عشان هيك بجدول احلى. شوف شو عمل زميلنا، بس معطينا كي 12 ومعطينا اكس بوينت. At the start of the inflow flood مشان ما
منشان ما تشكك حالك، قال لك ذا اوت فلو ديسشارج هالقد كان، تمام. بس حتى لو ما حكى لي الاصل انا اني افترض انه الاوت فلو هو عباره عن الانفلو التي ايكوال زيرو، مش هادي بدايه الفلود. حسبهم شباب، طب من وين جبهم؟ من المعادلات الثلاثه تبعاتهم، صح؟ هات نطلع عليهم. تاثير الاي 2 قليل ولا لا حبايب؟ اطلع، تاثير الاي 2 قليل بينما السي 1 والسي 2 عاليه بالمقارنه مع هدول، صح؟ قديش بالله الكي يا عمي؟ 12 كي 12، والدلتا تي 6، مظبوط. معناته كانه الترافل تايم 12 ساعه، صح؟ معناته الاي 2 اللي في بدايه هديك التايم ستيب، عفوا اللي بنهايه التايم ستيب بالاي 2 لساتها 12 ساعه بعيده عن الاوت فلو، تاثيرها ماله؟ ها ولا لا؟ تمام، شايف هالجدول ما ابسطه؟ تمام. بس بدل ما انك تشتغل على معادلات وتخربش وكل مرة تطلع على اللي قبلها قديش اي او او اللي طلعتها، جدول بسيط زي هيك احنا حسبنا اول خطوة سي نوت وسي 1 وسي 2، حتى بقدر اكتبهم فوق اذا عم بحل بايدي اكتب قديش سي نوت مشان ما اتمنيش ارجع اشوف قديش قيمة سي نوت، تمام. سي نوت في اي 2 يعني بدي اضرب سي نوت في 20 ولا لا شباب؟ صح، هذا بتركه فاضي، بلزمنيش لاني انا حسبت او هون، صح؟ سي نوت في اي 2، هاي اي 2 بدي اخربش بسميهم اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 ولا لا؟ صح، يعني بدي اضرب سي نوت ب 20 شباب، بس دقيقه خلونا مع بعض. سي نوت بدي اضربها ب 20 وسي 1 بدي اضربها ب 10 وسي 2 في 10، بجمعهم بيطلع معي او 2. شوف ما ابسطها، بعدها سي نوت بضربها ب 50 وسي 1 ب 20 وسي 2 باللي طلعت هون. شباب هاي بهاي وهاي بصير خلص على السريع معك شو اسمه، وهاي بهاي مجموع الثلاثه بعطيني هون. هاي بهاي وهاي بهاي وهاي بهاي ومجموع الثلاثة بيطلع هون، تمام. بيكون هذا ايش اللي طلع معي؟ هو الاوت فلو هيدروغراف اللي بدنا اياه. واضحة مسكينجم شباب؟ تمام. لاحظ الانفلو قديش كان البيك؟ 10 البيك 60، وعند الساعة 18. قديش هون البيك؟ 49، وعند الساعة 30، ومنطقية 30 هي مش هي الترافل تايم، بس قال لك كلوز تو ترافل تايم. واضح شباب؟ صار في اتنيويشن من 60 لحوالي 50 الاتنيويشن، في 15% اتنيويشن او اكثر شوي. صار في لاج في لاج بحدود 12 ساعه. واضح حبايبي؟ اكيد رسمهم شباب. هاي هذه كانت البيك 60، تمام، وكانت عند الساعه 18. هون صار البيك اقل شوي من 50 وبجوز عند الساعه 30. الازرق هو الانفلو والريد هذا هو الاوت فلو. نشوف كمان الاكزامبل هذا اللي سمعته. Perform the flood routing for a reach of a river given x 0.2 k قال لي 2 days، كانه الريتش اللي ماخذه ماله طويل، تمام. The inflow hydrograph with delta t one day is shown in the table
assume equal inflow and outflow rates on March 16. وكأنه on March 16 هو البداية قبل ما نفتح التيبل. آسف. أعطاني إياهم كل يوم، مش لازم أتفاجأ. شو يعني؟ صح؟ بجوز بكرة حد يقول لك the 24 hour unit hydrogram. شو يعني 24 hour unit hydrogram؟ أو one day hour unit hydrogram. هاي الانفلو شباب، ماشي الحال. هاي الانفلو أو بجوز جزء من الانفلو، بعرفش something. لأنه واضح إنه لسه فيه، بجوز طلع في إشي رجع زاد هون، مش لازم يعمل لي مشكلة. طبعا تمام. يعني زميلكم بيسأل اذا هدول مش متساويات لازم اساويهم، وبالتالي مضطر شو اعمل؟ انتربوليشن. وساعتها الدلتا تي بدها تكون ايش؟ اصغر وحدة. يعني اذا معطيني في شقفة هون من الداتا كل 12 ساعة، بالذات اذا عند البيك، انا مضطر ساعتها اعملهم كلهم كل 12. ولا لا شباب؟ إلا إذا بس معطيني لنقطتين ثلاثة واتطلعت، أنت المهندس، أنت اللي بتقرر، واتطلعت لقيت هدول النقاط مالهم جيات في الرايزنج لم، بجوز لو شلتهم ما خسرتش تفاصيل، تمام؟ أو جيات بالفولينج لم، إذا خسرت إذا شلتهم ما خسرتش تفاصيل. بس إذا جيات هون بجوز لا، ساعتها بجوز كل الجدول اضطر اني اعمله كل 12 ساعة. واضح شباب؟ طيب حسب شباب السي نوت والسي 1 والسي 2 من معادلاتهم. ولاحظ انه بدون ما يحكي لي اخذت اول انفلو في 16/3 قبل ما تيجي هالعاصفة، هو نفسه الاوت فلو. طبعا هو يعني سي نوت اي 2 واي 1 واو 1 واو 2 بسميهم مجازا، هيك اسهل له. بجوز انت بدك تسميهم سي نوت اي بلس 1 ولا لا، بس هو مجازا. يعني الاي 2 اللي هي في نهايه، يعني انا ماخذ هاي الفتره معناته هذه الاي 2 وهاي الاي 1، معناته هذه اجت من حاصل ضرب سي نوت بهاي ولا لا شباب، وهي اجت من حاصل ضرب سي 1 بهاي، صح؟ وهي اجت من حاصل ضرب او 2 بهاي بسي 2. اسف، شكرا. واضح شباب؟ طلع مع البيك، والبيك صار موجود على اي ب 26 الشهر ولا لا، صح؟ بينما هون البيك كان ب 24، صح؟ قديش الكي؟ طب كيف اعوض؟ ديروا بالكم هون في سر بجوز. كيف اعوض بهدول شباب؟ ماشي. كيف اعوض بهدول؟ احط كي 2 دايز؟ لا، لازم احطها بالاور. جاوبوا. وبسطوا مقام. مش هادي تايم صديقي، وهي تايم وهي تايم وهاي تايم وهاي تايم وهاي تايم، عشان هيك طلع الضايم. لازم تستخدم نفس الوحدة. بس اللي بحكي زميلك انه اذا عوضت هادي اثنين اللي عم بحكي لك اياه، معناته بدك تحط هادي واحد. فيش داعي، اللي بحكي لك اياه فيش داعي تحط هادي 48 مشان تحط هادي 24، رح يطلع معك نفس الاشي. بس مش صح تحط هادي 2 وتحط هادي 24. واضح شباب؟ لو انا بتركهم 2 و1 اسهل لي بالضرب والطرح، ليش اقعد احولهم 48 و24؟ هيو كمل الجدول، بصيرش ما يكملش. انا استغربت انه موقف. شباب كمل الجدول.
بس انه مش جاي على صفحه واحده. فالاصل يرجع لتقريبا البيز فلو. هلا بجوز باخذ له كمان يومين ثلاثه. قلنا هذه اللي عمليه الرايزنج. مجموع الانفلوز بيكون مجموع الاوت فلو صح؟ توتال. ايه الاصل الاصل. بس ايه ساعتها بجوز لازم تكمل كمان كم خطوه لترجع للي كنت عليه. زميلكم بيسال لازم الفوليوم يساوي الفوليوم؟ لانه احنا قلنا في اتنيويشن وفي لاج، بس ما فيش شيء لوسز، ما قلناش في لوسز. مكملين لحد ايش؟ كمل لحد ما تقريبا يثبت او يرجع للشو اسمه، عم جوز بدك كمان تو ستيبس. تمام، بس انا متاكد لو جمعت هدول الارقام بيطلع 99 او 98.5%. يعني انت هون الارقام الكبيره اللي بتفرق معك. تمام، بس انا بجوز السؤال بجوز ما كانش لازم نساله، عارف ليش؟ بدناش احنا نفكر بفوليوم. لو انا بدي فوليوم كنت لقيته زمان من اني ضربت الاكسس رين فول ديبت بالاريا للووتر شد وما غلبت حالي بكل الهيدرولوجي. لما بدي اعمل اشي زي هيك ما لازم الفت انتباهي على ايش؟ على الفوليوم. الاصل يلفت انتباهي البيك والتايم تو بيك. واضح شباب؟ تمام ماشي. طيب احنا هلا بس تم نجاوب على سؤال، من وين بدنا نجيب كيوبكس؟ الحصه الجايه ان شاء الله. يعطيكم العافيه.